بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم على تنظيف البوابة سروت البادي، البوابة التقليدية اللي هي درايف باي كيبل. الحلقة دي إن شاء الله أنا حاولت أختصرها على قد ما نقدر، ولكن يعني أنا ماشي خطوة خطوة بحيث إن اللي هو مفكش مسمار قبل كده يقدر يشتغل على البوابة. الحلقة دي إن شاء الله في نفس الوقت هتعرف البوابة أصلا بتشتغل إزاي، لما بتدوس على دواسة البنزين أو دواسة الوقود إيه بالظبط اللي بيحصل. الايدل فالف هيتنظف اللي هو المسؤول على زبزبة المحرك، التفتفة، اهتزاز المحرك، التكييف هو شغال تلاقي الار بي ام بينزل، العربية بتبطل لو طالع مطلعايا، الحاجات دي كلها هنشوفها ايه اللي بيحصل بالظبط، ولما بتنظف ايه اللي ايه السبب بقى في تحسن السيارة، والكلام ده كله هنشوف مع بعض. دلوقتي احنا هنبدأ عملية فك البوابة. طبعا بنفك طبعا الهوز او الخرطوم او الفلتر اللي داخل. تاني حاجة بنبدأ بالنسبة للواير بتاع دواسة الوقود بيتفك ازاي. بندوس كده اهو كده، طبعا شايفين الواير ماشي كده كده اهو. بصوا يا جماعة كده شايفين فيه هنا ايه، دي بتطلع ازاي. ده مسمار هنلف نص لفة ونزقه على بر كده بيطلع كده اهو. بعد ما بنفك الواير او الفيشة اللي هي بتشغل البوابة لو المحرك ده كهربا، بس في بعض الاحوال في بعض المواسير بتبقى دخول مية سخنة بتتفك بكليبس عادي زي كليبسات دي كده. بعد كده الفيش اللي داخلة بتبقى زي ما احنا شايفين شال كده وتبدأ تسحب كده، هتلاقي فيشة تانية تضغط كده وتسحب اهي كده. يبقى احنا كده ايه مفيش مشاكل. نبدأ بمفتاح الصواميل غالبا 12، نبدأ نفك الصواميل بتاعتنا. طبعا نبدأ بهدوء كده واحدة واحدة كده لان هنا في جوان هنفكها ونشوف. اخر مسمار دينا بنفك اهو اهو كده، نطلع بالبوابة منتهى البساطة كده. في هنا بس خرطوم نسينا نفكه دلوقتي. ادي البوابة ادي الشكل بتاعها. دلوقتي دي البوابة وضعها كده، هنا الفلتر، هنا المنفل او التلاجة او المشعب السحب او الانتيك، ده الوضع بتاعها. هنا قلنا الكابل بتاع الدواسة لما بتدوس البدال او دواسة البنزين مجازا اللي بيحصل البوابة دي بتتفتح كده. طيب في حالة الايدل، في حالة السلانسين، في حالة الخمول اللي هي سرعة التباطؤ اللي هي 800 لفة الحد الادنى، اللي بيحصل ايه؟ البوابة طبعا بتبقى مقفولة. طيب الهواء بيدخل منين؟ شايفين بيدخل من هنا كده، ده مكان دخول الهواء، بيدخل من هنا يدخل كده. ده صمام الايدل، الايدل فالف اللي فيه مشاكل، اللي هي تلاقي واحد يقول لك ايه، انا وانا بشغل التكييف الار بي ام بينزل، وانا طالع مطلعايا الار بي ام بينزل على السياره تبطل، المحرك بيقف، كل ما اطلع العربيه المحرك يقف، الار بي ام طالع نازل بيتذبذب. ده المسؤول عن سرعه التباطؤ دي او سرعه السلانسي دي. فقلنا الهواء بيدخل من هنا، الصمام ده بيتحكم فيه، بيطلع من هنا كده اهو بيطلع من هنا على الجزء الداخلي اللي هو المنفول او التلاجة.
طيب احنا عايزين ننظف دي اللي احنا هنستعمله اللي هو الكابيتال كلينر والدبليو دي 40 او اي حاجه ماده تانية مشابهه. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه طبعا ده بالنسبه قلنا ده بالنسبه للبوابات العاديه اللي هي بسلك. بوابات الكهرباء ما بيبقاش فيها ده، هي كلها هنا في موتور كهربي هو بيتحكم اساسا في الفتحه دي، ما بيبقاش فيه ده، بيبقى فيه موتور هو اللي بيتحكم في الفتحه دي ويقفلها ويفتحها، وسرعه الخمول سرعه التباطؤ هو بيفتح ويقفل، يعني بيبقى هنا فيه بس محرك ما بيبقاش فيه الجزء ده. طيب هنشتغل ازاي التنظيف بقى كده؟ اول حاجه هنبدا نفك الفالف ايدل ده، طبعا واحنا بنفك ده طبعا نكون بحرص شديد لان دايما بيبقى فيه جوان او حشوه ما بين الفالف ده وجسم البوابه او السروت البادي ده. ادي الجوان هنشيله على جنب، يبقى دي كده البوابة بتاعتنا، هنخلي ده تنظيف بعد كده. هنشوف مسار الهواء تاني الخاص بالايدل. بصوا بقى لما شلت الفالف ادي الهواء هيدخل من الفتحة دي كده اهو، بصوا هيطلع منين اهو، بيطلع كده، بس طبعا هو مش بيطلع من هنا، هو بيطلع من هنا لان الصمام ده بيحوله من هنا لهنا فبيطلع من هنا، يعني بالظبط بيبقى كده الهواء اهو، ده كده مسار الهواء اهو كده. شايفين اهو بيدخل من هنا يدخل على الصمام الفالف ده، البوابه اللي بتلمع اللي جوه دي بتتحكم في كميه الهواء طبعا عن طريق طبعا الساكت او الفيشه او البلاجه بتاعت الكهرباء جايه من الكمبيوتر، هو اللي بيحدد مقدار الفتحه دي اللي احنا شايفينها، هنشوفها دلوقتي. المهم الهواء بيطلع من هنا يدخل من هنا يدخل على الثلاجه. دي طريقه التشغيل عشان نبقى متخيلين الوضع ماشي ازاي. طيب لما نبدا بقى عمليه التنظيف احنا عايزين قماشه ما بتسيبش وبر، قماشه ناعمه، بلاش طبعا المناديل، المناديل بتتفتفت وممكن تدخل في اي حته تتسد وتعمل لنا مشكله. تنظيف طبعا ده اسمه حساس التي بي اس اللي هو بيقرا زاويه فتح البوابه، يعني زي ما شايفين في اكس في عمود ماشي من هنا من مكان الفتح ده لجوه الحساس اللي بيحدد زاويه الفتح للكمبيوتر بتاع العربيه، يعني انا كده الكمبيوتر بيقرا اللي انا دايس على الاخر، كده انا دايس نص دوسه، كده انا دايس تلت، لا تلت دوسه، كده انا مش دايس خالص. الاشارات دي كلها بتطلع عن طريق التي بي اس ده. طيب لما نيجي ننظف ما نرشش والبوابه مايله كده، انا مش عايز الكربيتير ده يدخل جوه هنا، لو دخل هنا دي مقاومه وحده الكترونيه ممكن تعمل لي مشكله وتخسر خالص وتبوظ خالص، فالتنظيف يبقى التي بي اس ده فوق. تمام كده هنبدا ننظف كده اهو، طبعا البوابة دي تعتبر نظيفة بس انا جايبها للشرح يعني كده، يعني انما الظهر بتاعها هنلاقيه هو اللي محتاج تنظيف. برضه لما نيجي ننظف نخلي التي بي اس فوق وننظف كده،
طبعا شايفين الفرق. الجزء الحلزوني او النص دايره ده مكان دخول الهواء بتاع الفالف ايدل، ده عايز يتنظف. شايفين؟ نظف هنا. دايما نهتم بالجزء ده، ده التخانة يعني، لان هي اللي بتبقى حاكمة الانغلاق هنا. طبعا احنا شايفين كده، شايفين طيب. نيجي بقى عند الجزء المهم التاني اللي هو الفالف ايدل، ده اللي بيتحكم في زاوية الفتح دي اللي احنا شايفينها. شايفين طبعا انا بفتحها بشريط بلاستيك، طبعا ممنوع نهائي حاجة ما عدا تدخل هنا، وطبعا بحرص شديد لان الجزء ده حساس. كل ده ملف كهربي هو اللي بيتحكم في كمية الفتح. في فالف تاني بيبقى زي ما احنا شايفين في الصورة كده، نفس الفكرة، بيفتح ويقفل، يعني بيسد الـ لو احنا مكانه هنا بيسد هنا ويفتح هنا. يعني طبعا احنا قلنا الهواء بيدخل من هنا، يدخل ويدخل هنا ويطلع من هنا. الهواء بيدخل من البوابة من هنا ويدخل من هنا. الفالف التاني بيبقى طالع داخل، يعني بيطلع كده ويدخل كده، فبيتحكم برضه في الفتحة دي. عبارة عن بوابة زي ما احنا شايفين، هي نفس الفكرة يعني. عشان ايه؟ كل واحد عنده فالف ايدل ممكن يبقى مختلف، بس نفس طريقه التشغيل. طبعا شايفين كده اهو، كده ليزود هواء اهو. شايفين اهو، لما يزود لي هواء الحركه دي ضعيفه قوي، لو ما كانتش نظيفه، يعني هنا في اتربه وزيوت والكلام ده كله، دي مش هتشتغل بالسلاسه المطلوبه، فهتلاقي في تذبذب وفي عدم استجابة سريعة للمحرك، فالمحرك ممكن يبطأ. يعني المحرك لو في عليه حمل أو تكييف، دي بتبقى مفتوحة كده زي ما أنا فاتحها كده، تمام؟ لو مفيش حمل هتنزل كده. الحركة دي بقى لو ما كانتش سلسة المحرك هتلاقيه يبطل معاك. طيب دي تتنضف بإيه؟ طبعا ديت انا ما بفضلش قوي، يعني في حاله دي نظيفه ما فيهاش مشكله. لو فيها زيوت ورواسب جامده يبقى هنستعمل الكربيراتير كلينر. نظيفه زي كده هنستعمل اللي هو ال دبليو دي 40 او النوع ده يعني. انا بس ايه كده، شوف بس ايه اللي نزل منها. ما فيهاش مشكلة. طيب دي عشان جزء متحرك هنديله جزء ده يعتبر زيت خفيف، فان ايه نرش كده على اساس ايه ما تبقاش ناشفة، يبقى فيها نوع من الليونة التزييت بحيث تتحرك في الفتح والقفل بسهولة كاملة. بس طبعا لازم يا جماعة نهتم قوي بموضوع فلتر الهواء، لان لو هو مش مظبوط او في اتربة هتدخل لي اتربة كتير جوه البوابة دي. هنحط بس شوية زيت من ده على الجوان عشان بعد كده لما نيجي ننظف يبقى ما يبقاش ناشف ويتقطع معانا. حاجة بس برضو كده بسيطة، يعني ايه؟ مجرد رشة بسيطة هنا في الجزء ده من ال WD40 كنوع من التزييت. شايفين ايه؟ حاجة بس بسيطة كده، وفي الجنب التاني المفصلات، يعني على اساس ايه؟ يبقى الفتح والقفل
نمسح الزيادة عشان ما يلمش أجربة. أنا كان يهمني بس إيه المفصلات أو المحاور بس تبقى عليها طبقة رقيقة قوي من الزيت. مسحت الزيادة، يبقى أنا زيت هنا وزيت هنا، وفي نفس الوقت مفيش حاجة أوساخ دخلت جوه التي بي إس اللي إحنا قلنا عليه بيقرا زاوية الفتح. نركب. الجوان بتاعنا كده. حط دايما على المسامير دي الزيت زيت او اللي هو ال WD-40 علشان لما نيجي نشتغل تاني يبقى سهلة الفتح. حط المسامير. حط المسامير كده بهدوء كده اهي، ونبدا نقفل بالمفك بتاعنا. ادي حط عليها برضو WD-40 اللي هنا واللي هنا. كده هنبدا نركب البوابه بتاعتنا بهدوء كده بدون اي حاجه صعبه. طبعا التركيب بيبقى على شكل اكس. نحط المسامير ونشوف هنهبط ازاي. هنهبط اكسات كده. ربطنا تمام. نبدا نحط السكت بتاعنا طبعا بهدوء كده. تمام. ده بتاع التي بي اس، ده بتاع الفالف الايدل فالف كده. تمام. يبقى كده احنا عملنا التوصيلات بتاعتنا سليمه، ونبدا بعد كده نحط الفلتر بتاعنا. بس ادي الموضوع زي ما شفنا. طبعا مش عايز اي خبره، هو مجرد بس مفتاح عادي ومفك فقط لا غير. ده كل الموضوع كله، ونشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.